السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم ما عندناش مراجعه، اليوم بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف منكم كيسولوا عليه وبزاف منكم كيبحثوا عليه، هو كيفاش نعرفوا نفرقوا ما بين تليفون اوريجينال وتليفون كوبي. كما كتعرفوا السوق فيه بزاف ديال التليفونات اللي ماشي اوريجينال وبزاف ديال الناس كيتصيدوا. هاد الفيديو غادي نهضروا فيه على التليفونات ديال اندرويد بصفه عامه جميع الشركات، وغادي نهضروا فيه حتى على التليفونات ديال ابل لي ايفون. لي ايفون حتى هما كما كتعرفوا راه فيهم الكوبي وفيهم الاوريجينال، حتى هما عندهم طريقه ديالهم بوحدهم كيفاش تكتشفوا ولا كيفاش تعرفوا واش تليفون واش اوريجينال ولا ماشي اوريجينال. وماشي غير هادشي، بغينا نعرفوا حتى واحد القضيه اخرى، كيفاش نعرفوا ايفون واش الا بغينا نشريو ايفون جديد نعرفوه واش جديد فعلا واخا في الكارطونه ديالو ومغلف وكذا، كيفاش نعرفوه واش جديد من عند الشركه ولا الشركه معاوده مجدداه، يعني ديجا كان خدام لي شي واحد والشركه عاودت جددته حيت كاين هاد القضيه هادي. المهم حتى القضيه بغينا نعرفوها، غادي نعطيكم الطريقه كيفاش تفرقوا ما بيناتهم ان شاء الله في هذا الفيديو. الطلب ديالي هو تشتركوا في لاشين الا مازال ما مشتركين، واهم حاجه تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وما تنساوش لايك كما هي العاده. نبداو، يلا نبداو على بركه الله ونبداو في الموضوع ديالنا خوتي، ونبداو بتليفونات اندرويد. كما كتعرفوا التليفونات ديال اندرويد كاينين فيهم بزاف ديال الشركات، وكاينين بزاف ديال الطرق باش نعرفوا واش التليفون كوبي ولا اوريجينال. انا حاولت نجيب لكم اسهل طريقه واسرع طريقه اللي نقدروا نعرفوا بها باش ملي تبغي تشري بلا ما تبقى تقلب. كما كتعرفوا كاينين بعض الشركات اللي عندهم بزاف ديال الكودات، كتبقى تدخل الكود ديال الشاشه، الكود ديال هادي، وهاد المساله هادي كتاخذ ديال الوقت وخصك تكون حافظ بزاف ديال الكودات. كاينه واحد القضيه اخرى، ان كل شركه تقريبا ولا بعض الشركات عندهم سيت ديالهم، موقع ديالهم كتدخل فيه الرقم او لا الرمز ديال الايمي ديال التليفون وكتدخلو عندهم، وكتعرف واش التليفون خارج من عندهم ولا لا. هما غادي يعطيكم معلومات ديال داك التليفون الا كان الرقم ديال الايمي ديالو صحيح، الا كان كوبي راه بطبيعه الحال ما غاديش يكون جاي من عند الشركه، وبالتالي ما غادي تلقى عليه حتى شي معلومه. المهم انا حاولت نجمع لكم هادشي ونعطيكم واحد المصدر اللي تقدروا تعرفوا منه تليفون، اي تليفون وديال اي شركه. المهم تليفون اندرويد تعرفوا واش كوبي واش مزور ولا اوريجينال. هذا الموقع هذا غادي تدخلوا ليه فقط الرقم ديال الايمي. الرقم ديال الايمي كما تعرفوا راه معروف، باش غادي تجبدوه ادخلوا للسيتينغ ديال التليفون وحول التليفون ولا اباوت ولا المهم الانفورميشن، غادي تلقاو الرقم ديال الايمي، ولا غادي ديروا في الكيبورد نجمه دياز 06 دياز، وغادي يطلع لكم اوتوماتيك تلقائيا غادي يطلع لكم الرمز ديال الايمي، وغادي تدخلوا لواحد السيت اللي هو imi.info. هاد السيت هذا كما كتشوفوا غادي تدخلوا ليه، وغادي تدخلوا ليه الرقم ديال الايمي ديال التليفون ديالكم ديال اي تليفون اندرويد. انا جربت فيه سامسونج، جربت انفينيكس، بزاف ديال التليفون. المهم اي تليفون اندرويد غادي تدخلوا عليه، غادي كيما تدخلوا الرمز ديال الايمي غادي دير ام نوت روبوت كما كتشوفوا، ودير تشيك، غادي يطلع لكم جميع التفاصيل ديال التليفون الا كان اوريجينال. يطلع لكم الوزن ديالو، الاندرويد اللي فيه، الواجهه، يطلع لكم الشاشه اش من شاشه اللي فيه، الباتري. المهم يعطيكم جميع لي ديتاي الا كان تليفون اوريجينال وخارج من عند الشركه. الا كان تليفون كوبي ماشي اوريجينال ما غاديش يعطيكم المعلومات بالضبط اللي عندكم في التليفون، اما يقول لكم الايمي غلط ولا يعطيكم بعض المعلومات ولا بعض المواصفات اللي ما كايناش في التليفون ديالكم. من طبيعه الحال نتوما ضروري خصكم تشوفوا المواصفات اللي علنات عليها الشركه في التليفون ديالها، باش منين تجيو تشوفوا غادي تقارنوهم، غادي تشوفوا الشاشه واش هي نفس الشاشه، الباتري واش نفس السعه اللي كاينه في الباتري، الى غير ذلك جميع التفاصيل كما كتشوفوا. وهذه هي اسهل طريقه اللي نقدروا نعرفوا بها تليفونات اندرويد كما قلت لكم جميع الشركات واش كوبي ولا اوريجينال. ونجيو دابا للتليفونات ديال ابل، تليفونات ديال التفاحه. تليفونات ديال ابل حتى هما نفس الطريقه باش غادي تعرفوا واش تليفون اوريجينال ولا كوبي، غير هما في سيت اخر ولا موقع اخر ماشي نفس الموقع اللي كان تشيكو فيه التليفونات ديال اندرويد. هذا الموقع سميتو checkcoverage.apple.com، انا غنخلي لكم تحت الفيديو ديسكريبشن غادي تلقاوه تما، غادي تدخلوا ليه حتى هو نفس الشيء، غادي تدخلوا الايمي ديال التليفون ديالكم ديال الايفون، غادي تدخلوه وغادي تكتبوا هذا الكود ديال اللي كياكد بلي انكم ماشي روبوت صافي، وغادي تشيكي وغادي يطلع لكم التليفون السميه ديالو شحال فيه ديال الورانتي، المهم كاع التفاصيل ديالو غادي تلقاوها عندكم هنايا في السيت. الا كان كوبي، الا كان ماشي اوريجينال، من الديبار غادي يقول لكم بلي هذا سيريال نمبر راه غلط، فيه شي غلط، تاكدوا منه، ثم غادي تعرف بلي التليفون راه كوبي. ودابا نجيو للقضيه ديال واش التليفون جديد من عند ابل
ولا تليفون معاود مجدد عند ابل، يعني ديجا خدم به شي واحد ورجع للشركه جدداته وعاود بعته. كما كتعرفوا راه هاد القضيه كاينه وكديرها ابل وكيديروها شركات اخرين. المهم باش تعرفوا ابل التليفونات ديال ابل واش مجدد ولا ما مجدد، ابل كديروا في واحد الرقم كاين حتى واحد سيريال نمبر سميتو الموديل نمبر. هاد الموديل نمبر كيبدا غالبا بام، كيبدا بحرف ام وكيتبعو داكشي الاخر. الا كان بادئ بحرف ام يعني بلي راه داك التليفون خرج جديد من عند ابل، والا هذا الرقم هذا بادئ بحرف اف هذا التليفون هذا راه معاود مجدد من عند ابل، يعني خدم به شي واحد ورجعوه للشركه عاود تجدداتو ولا جمعاتهم في السوق ولا ما عرفتش شنو كيدبروا عليهم. المهم عاود تجدد ورجع للسوق تباع، ولكن هي راه كتبيعو على اساس انه مجدد، يعني راه ماشي راه ما كتنصبش على العملاء ديالها، ولكن ممكن البائع يبيعوا لك على اساس انه جديد وانت غادي تصيد. ما غاديش تصيد باللي راه التليفون يعني خايب، بالعكس هما راه تيديروا فيه يعني اللي بدلوا فيه شي حاجه كتكون اوريجينال كيكون فيه الغارانتي ديالو ما عندكش مشكل، ولكن الثمن بطبيعه الحال راه كيكون ناقص مقارنه مع تليفون الى خارج جديد. انا فين كيربح البياع والشريه في هذه البلاصه اللي فين كيربحوا، الا كان فيه واحد الحرف اخر بادي ببي يعني راه هذا التليفون هذا خارج خصيصا لشي شخصيه ولا شي حاجه كيكون فيه شي رمز خاص ديال شي واحد ولا. المهم هذا الرمز هذا ديال هذا الحرف هذا ديال بي صعيب انك تصادفه، في الغالب غادي تلقى ام ولا اف. المهم انا حاولت نجيب لكم اسهل ما كاينش باش منين تبغيو تاكدوا، خصوصا الا كنت عند مول المحل بغيت تشري ولا عند شي واحد، يعني بالزربه تقدر تشيكي الا عندك غير تليفون اخر غادي تشيكي منه بالزربه بلا ما ياخذ منك وقت طويل. هادو هما الطرق كما قلت لكم اللي لقيت. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، الا كيعجبكم بحال هاد المواضيع هادو بغيتوا عندكم شي مشكل يعني كتواجهوا شي مشكل اكتبوا لي في لي كومونتير وانا غنبحث ونقلب ونجيب لكم الحل ديالو ونشاركوا معكم. نتمنى تكونوا استفدتوا مره اخرى، شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو اخر. ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناه الى مازال ما اشتركتوا. السلام عليكم.